كما ينضم إلينا من باريس الأستاذ علي المرعبي أمين اتحاد الصحفيين العرب في أوروبا. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ومع إتمام صفقة تبادل الأسرى والحديث عن زيادة المدة ليومين آخرين، كيف تنعكس هذه الجهود المصرية القطرية على القضية الفلسطينية أستاذ علي؟ مساء الخير لكم للسادة المشاهدين. من الطبيعي أن أي هدنة تنعكس إيجابا على الوضع الأمني والحياتي لإخوتنا وأهلنا في قطاع غزة، ولكن يبقى المطلوب هو الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي يعني يتوصل إليه بشكل كامل، لأن الهدن الإنسانية تبقى محصورة ضمن إطار معين ولشروط معينة ولتنفيذ يعني خطوات معينة. الكيان الصهيوني حتى الآن يرفض الحديث عن أي وقف لإطلاق النار، ويدعمه حتى الآن مع الأسف أمريكا بتدعمه، وحتى الدول الغربية حتى الآن لم يخرج إلا أصوات معتدلة مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج إلى حد ما وبلجيكا، التي طالبوا بوقف إطلاق النار وطالبوا أيضا بحل الدولتين. عدا عن ذلك لحد الآن لا يتحدث أحد، وخاصة الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني أي أمريكا لا تتحدث مطلقا عن وقف إطلاق النار، يعني قبل ما تنفذ الكيان الصهيوني أهدافه من العملية، وهي يعني القضاء على المقاومة الوطنية الفلسطينية. وهذا أمر أنا أستبعده شخصيا، لأن هؤلاء المقاتلين يدافعوا عن أرضهم وعن عائلاتهم وأبنائهم وأحفادهم، فمن المستحيل أن يلقوا السلاح دون أن يحققوا أهدافهم الوطنية بدولة فلسطينية مستقلة. بالسيد علي. نعم. طيب، مع بدء صفقة تبادل الأسرى طلب المشرعون الأمريكيون بالنظر في ربط المساعدات المستقبلية لإسرائيل بامتثالها للقانون الدولي، هل ترى أن هذا نوع من أنواع التغير في السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وهل لذلك ربما نتيجة سيكون له نتيجة ما؟ أنا شخصيا بكل صراحة ووضوح بحب أحكي وأقول إنه السياسة الأمريكية تمارس عملية اللعب على الحبال، ولكن الهدف الأساسي يبقى. يبدو أننا فقدنا التواصل مع الأستاذ علي المرعبي من باريس. إذن